اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا لطيف الطف بنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرجنا من بركات الأرض، اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تواخذنا بما فعلنا وفعل السفهاء منا، وصلى الله على حبيبنا محمد. حصل في البير، فين اش بالبير؟ في مدينة شفشاون. يطلب مني بعض الإخوان، ويوجد أحد إخواننا في أزمة وهو الآن في بئر، والصغير في حال 5 سنين، يحاول الناس أن يجدوا طريقا لاستخراج من البئر. اللهم يا لطيف، يا لطيف الطف ببلنا، يا لطيف هيئ من الأسباب وسق الأسباب بلطف إلى أحبابنا لتنجيه وتخرجه سليما آمنا، وأعده إلى أحضان والديه. يا رحيما يا لطيفا يا كريما يا قادرا، يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا الله استجب، يا الله استجب. فدعاء المؤمن لأخيه في ظل غير مستجاب. اللهم فرج على ابننا، اللهم فرج عنه، يا من رددت يوسف ليعقوب، رد الولد إلى والديه صليبا معافا عاجلا غير آجل، بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة أنت جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على يا من أخرجت يونس من بطن الحوت، أخرج ولدنا من هذا البئر يا رب، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.